كابتن رمضان، خليني اسالك عن فاجئتنا كده في البدايه، بوم قنبله احمد قندوسي حول شؤون قانونيه، حقق شوف قول ازاي كان القرار والنهايه هتصل لايه؟ يعني هو لما طلع في برنامج كان في اساءه لحد في النادي الاهلي، نعم، وده ما ينفعش نسكت عليه، وهو لاعب المفروض معار من النادي الاهلي، وانا بقيت موجود جوه المنظومه من دلوقتي، فرحت اعمل التحقيق. نعم، التحقيق المفروض انتهينا منه النهارده، وهيتم مراجعه هو مع قندوسي جه يومين ورا بعض النادي يا كابتن؟ نعم، جه النادي وكان بيتحقق معاه لوحده بناء نعم، على نصيحه او تعليمات من المستشار القانوني. انا سمعت انه يعني كان احد الاطراف عايز مواجهه، لكن المستشار القانوني قال لا، الافضل كل واحد لوحده. انا اللي في الاول اقترحت هذا الامر، والمستشار القانوني قال لي الكلام ده مش صح يا كابتن، نعم، مش قلت له انت اللي ادرى، انا متخيل لما يبقى في مواجهه ننهي الموضوع احنا قاعدين في صح ولا غلط وبين بين الطرفين. ده وجهه نظري. هو قال لي لا، الشكل القانوني مش كده، المفروض حتى لو احنا في النيابه حتى ممكن ما يبقاش في مواجهه اصلا، وده الافضل. قلت له ده قرارك مش قراري انا. انا بقول وجهه نظر وبتقبل اي انتقاد ليها او انها تتغير يعني. بس ومن هنا حصل، سمعنا ده لوحده وسمعنا ده لوحده، وتوصلنا للصيغه النهائيه النهارده قبل ما اتكلمني بنص ساعه. فلسه بقى الموضوع مع الكابتن، نشوف الموضوع قررنا اللي هناخده ايه. يعني ممكن ينزل النهارده، ممكن ينزل بكره. بقى عندك قناعات معينه يا كابتن رمضان؟ ايه؟ بالشخصيات، يعني قعدت مع قندوسي، قعدت مع امير، بقى عندك فكره معينه اللي بيحصل يعني؟ ما انا 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 قعدت مع الطرفين وتواجدت طول الوقت على اساس ان ما بقاش في ظلم وقع على حد يعني. نعم. هل هيكون رايك هو المرجح ولا كلام المستشار القانوني ولا هيمشي على الجميع؟ لا، الشكل القانوني هو اللي يمشي على الجميع. انت مدير رياضي للنادي، ممكن تقول انا عايز اغير اداره التعاقدات مثلا، من حقك. لا، هي دي سبق الاوانها يعني. اني لو اتكلمنا فيها من دلوقتي يبقى كده اعلنا القرار النهائي. نعم، صح، مظبوط. والمفروض تراعي ان انا زميلك ومراعي وان انا في النادي الاهلي، فبلاش المطبات دي يا شباب. طيب خلاص، انا بسالك بس، انا بكلمك اللي في قلب الناس او اللي في دماغ الناس يعني. يعني انا كتير من الاخوه زمايلك الصحفيين هيزعلوا مني، لان طلبوا ان انا قلت لهم الاهلي ليه اولويه ده قناه النادي الاهلي. المرحله الاولى نعم، فالمرحله الاولى هبقى مع النادي الاهلي وبعد كده ادخل معاه طبعا. ده فالمفروض تبقى حنان عليا يعني.